بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين إخواني المشاهدين، حياكم الله في كل مكان ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا إشارة وديكور. إذن أحبابي في الله، هذا هو العمل ديالنا ولله الحمد والمنة، تم بنجاح كما تشوفوا معي الآن. يعني البانو ديالنا في أبهى حلة، بالنسبة للتخ درنا للتخ غوليف ديال فوركس، بالنسبة لهاد البلو هذا بلو رويال، إذا أحبابي في الله كما تشوفوا معنا ف يعني العمل يعني غادي بخدمة وحدة ولله الحمد. لا بالنسبة للجوان كرو، لا بالنسبة لزونطاي، وكنا هضرنا على هذا الأمر هذا في فيديو يعني درنا احنا في اليوتيوب، وقلنا بأن المشكل ديال الإخوان هو أنهم الاستراكتور ديال الحديد هي فاش يوقعوا فيها تيوقعوا المشاكل، داكشي علاش ما تطلعش لهم الطوله مزيان، خصوصا في لي جوان كرو. يعني بالنسبه حنا دابا الجوان كرو تتلاقى هنا جوج، تتلاقى هنا جوج او لا جوج على حسب، فتمشي نفس الاعبار يعني في البانو كاملو او لا في لابياج كاملو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله. الله يحفظك. كما شفتوا معنا بالنسبه للجوان كرو، يعني لي جوان كرو كاملهم مزيانين. بالنسبه للتقسيم ديال الوسط، غادي نيفو واحد اذا تشوفوا معنا مزيان الحمد لله. بالنسبه لي زونطاي ديال التحت مع الجليج حتى هو غادي مزيان، يعني ما كاينش ديكالاج ما بين الطولة وما بين الفويونس، على عكس ما يوجد في بعض الخدايم. إذا هذا هو العمل ديالنا لله الحمد والمنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لصاحب هذا المحل إن شاء الله تعالى، الله يوفقه الله ييسر له الأمور ديالو. وإلى فيديو آخر إن شاء الله تعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.